الشموع الحمراء، رجل الاقتصاد والسياسة والأهلي. أيوة، من زمان نفسي في شوية تاريخ كده نوري الناس مين الأهلي، مين اللي عمله، مين الشخصيات اللي كانت بترقصه، وإزاي أثرت مش في الأهلي، في مصر، في حركة السياسة والاقتصاد والرياضة والأدب. أحمد عبود باشا رئيس النادي الأهلي من 48، في مرحلة مهمة جدا من تاريخه، صاحب إنجازات كبيرة جدا في النادي الأهلي. 61. نشوف في هذا التقرير الصوتي جوانب من هذه القيمة الأهلوية الكبيرة. أحمد عبود باشا، رجل الاقتصاد والسياسة والرياضة، يزخر تاريخ النادي الأهلي برموز خالدة كان عطاؤها للقلعة الحمراء بلا حدود ودون أي مقابل، أبرزها صاحب السعادة أحمد عبود باشا الذي يعد واحداً من الذين تركوا بصماتهم في مجال الاقتصاد والرياضة والسياسة. من مواليد عام 1889 بباب الشعرية، لرجل عادي من الطبقة المتوسطة كان يملك حماماً شعبياً في المنطقة. تعلم في مدرسة الشيخ عتريس، وكان يحصل على جنيه من الحكومة شهرية لتفوقه الدراسي قبل أن يسافر لدراسة الهندسة في الخارج، وعمل بعد تخرجه في إحدى الشركات الإنجليزية قبل أن يستقيل من عمله ليؤسس شركة صغيرة خاصة به ويبدأ رحلة الانطلاق. حصل أحمد عبود على النيشان العثماني الرابع، ثم منح رتبة البكوية الممتازة قبل أن يحصل على رتبة البشوية من الملك فؤاد الأول عام 1930. كان صديقاً للكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين الذي كان عضواً في مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو الذي أقنعه بزيارة النادي، فكان أن أحب المكان وظل عاشقاً له لأبعد الحدود، حيث تبرع بمبلغ 8000 جنيه لإنشاء حمام السباحة بالنادي قبل أن يتولى رئاسة مجلس إدارته ولمدة 15 عاما، في الفترة من 19 فبراير عام 1946 إلى 19 ديسمبر عام 1961. وكانت تلك الفترة من أزهى عصور الأهلي، حيث حصل خلالها على 9 بطولات متتالية للدوري. في عهده أنشئ الملعب الرئيسي لكرة القدم، واقتطع جزء من نادي الفروسية ليطل النادي الأهلي على كورنيش النيل، وكان أول من طرح فكرة التعاقد مع مدربين أجانب في سبتمبر عام 1955 على أن يكون راتب المدرب الأجنبي في حدود 100 جنيه، ويتحمل النادي نصف المرتب ويدفع أحمد عبود باشا 50 جنيها. وفي موسم 1954-1955 اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً بالانسحاب من عضوية اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراته مع الترام في الأسبوع 16 من الدوري، بعد رفضه قرارات اتحاد الكرة الظالمة، وهو ما أيده لاعبو الفريق وأعلنوا عدم الاشتراك في أي مباراة قومية. ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبود باشا الشكر للاعبين على موقفهم النبيل، وهذا الحادث منح الأهلي قوة وشعبية إضافية لدى جماهيره. وترك أحمد عبود باشا رئاسة النادي الأهلي عام 1961 بسبب قوانين يوليو الاشتراكية. في عام 1964 وافته المنية في أوروبا، ليسدل الستار على واحد من أعظم وأبرز رؤساء النادي الأهلي طوال تاريخه. شخصية لن تتوقف أمامها، من رجل بسيط بياخد إعانة من الدولة عشان يتعلم، فبيسافر بره يكمل تعليمه ويرجع يتعين موظف ويستقيل عشان يبتدي بشركة صغيرة تحوله إلى أكبر اقتصادي بعد طلعت حرب.
طلعت حرب مصر البنوك ومصر الصناعات ومصر، لكن ده أنشأ البوصة الخدوية، ودي كانت شركة للنقل، أسطول للنقل البحري ضخم جدا. أنشأ شركة السكر في الحوامدية، راجل أثر تماما في الاقتصاد المصري. وبعدين لما دخل وترأس النادي الأهلي هو الرئيس الذي لم يخسر الدوري قط. في عهده تم تسجيل الرقم القياسي لتسعة دوري. تسعة دوري وتوقف الدوري مش عارف مرتين أو ثلاثة مرتين عشان الحرب في 56 وعشان حاجة تانية. فعبود باشا رجل هو يعني دخل النادي الأهلي لأنه انبهر وقال أيوة. لا شوف اللي دخله النادي الأهلي مصطفى أمين. مصطفى أمين طبعا عضو مجلس إدارة النادي والكاتب الصحفي، الكبير. ما هو أنت تاريخ النادي الأهلي ليه أنا بقول لك باستمرار ببقى مصر إن أنا اتفسح لي وقت كده نتكلم على تاريخ النادي الأهلي. إذا أولادنا وشبابنا ما حسوش وشافوا وعاشوا صوت وصورة وشافوا الكيانات دي مش هيعرفوا يحبوا الأهلي كما نحبه، لأن إحنا شفنا. أيوة. فإحنا مش عايزين نبقى أنانيين، عايزين نشاركهم معانا. أيوة. الحمد لله ان تاريخ النادي الاهلي احنا غير اي نادي، تاريخنا موثق صوت وصوره في محاضر مجلس الاداره من يوم واحد بالظبط، نقدر نطلع لك كل قرار الساعه كام وامتى. ايوه. عبود باشا انا كنت في النادي مسؤول في اداره تسويق والاستثمار، جالي شاب من الاسماعيليه وعايز يعمل رساله دكتوراه في عبود باشا. ده الدكتور احمد الغريب؟ ايوه لسه كنت حاول. فقلت له طيب ده جميل جدا. قال لي عايزك تقول لي وتديني مستندات وتسيبني اطلع على حاجات، وخدت له اذن اللي عندنا شافه. حظه الحلم ان انا في وقت ما كنت بكتب في جريده المصور، فكلمني شخص قال لي انا ابن شقيقه عبود باشا، وانا مستاء جدا من المصور لانه ركزوا قوي على انه عبود باشا ده كان عنده حمام بلدي ولم يركزوا على مسيرته على تاريخه بتاعه. قلت له تعالى لي نتعرف على بعض. فروحت مشبك الاثنين مع بعض، قلت له لا انا هبعت لك بقى لواحد من البيت هيدي لك صور وهيدي لك تاريخ وهيدي لك. واحمد الغريب عمل كتاب عنه، عمل دكتوراه وطلعها في كتاب، وطلعها في كتاب عن عبود باشا. هذه الدكتوراه من ابدع ما كتب في السير عن عبود باشا، عن عبود باشا او في توثيق السير يعني. عشان كده ده جانب من الشموع الحمراء التي اضاءت طريق النادي الاهلي طوال تاريخه، عشان تعرفوا ليه الاهلي مختلف، انتوا كمان جمهور مختلف.